بعد الصلاة القائمة أتي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم درجة رفيعة وبعث الله من مقامه الذي أتي نواصل بعض الآداب من كتاب التبيان في آداب حملة القرآن الكريم للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين اللهم آمين. مع الباب الرابع في آداب معلم القرآن الكريم ومتعلمه، ما زال هذا الباب، حيث وصلنا إلى قول الإمام النووي قال: وعن سهل التستري، تستري نسبة إلى بلدة تسمى تستر، قال رحمه الله تعالى: نظر الأكياس، الأكياس قال هو جمع كيس وهو العاقل الفطن، ومنه حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي يقول فيه: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. قال: نظر الأكياس في تفسير الإخلاص فلم يجدوا غير هذا، أن يكون حركته وسكونه في سره وعلانيته لله وحده، لا يمازجه شيء، لا نفس ولا هوى ولا دنيا. شفت تعريفهم للإخلاص، يعني العمل حينما يكون خالصا لله تبارك وتعالى. قال: نظر الأكياس في تفسير، يعني في تعريف الإخلاص، قال: فلم يجدوا غير هذا، يعني هذا التعريف اللي بش يذكره، أن تكون حركته وسكونه في سره وعلانيته لله تعالى وحده، لا يمازجه شيء، لا نفس ولا هوى ولا دنيا. وعن غيره قال: لا تعمل للناس شيئا، يعني ما تعملش العمل من أجل أن يقال فلان، لا تعمل للناس شيئا ولا تترك لهم شيئا ولا تعطي لهم شيئا ولا تكشف لهم شيئا. شفتوا التعريف بتاع الإخلاص، أن يكون ولا شيء، احنا هذا الكلام نقراه فقط راه تبركا، اما كان كل انسان فينا يعرض نفسه على هذا الكلام بعيد كل البعد، لكن من باب انه الانسان على قليله ياخذ شيء ولو شيء يسير من هذا الكلام. قالوا: عن غيره، يعني في تعريف الاخلاص، في تعريف الاخلاص في العمل ان يكون خالصا لله تبارك وتعالى، قال: إذا طلبت الله تعالى بصدق أعطاك مرآة تبصر بها في كل شيء من عجائب الدنيا والآخرة. فصل: ينبغي ألا يقصد به توصلا إلى عرض من أعراض الدنيا من مال. الإمام النووي يقول: ينبغي لمتعلم القرآن ومعلم القرآن ألا يقصد بتعليمه أو بتعلمه، ألا يقصد به توصلا إلى عرض من أعراض الدنيا من مال أو رياسة أو وجاهة أو ارتفاع على أقرانه. والله بعض الشيوخ حرب أهلية بيناتهم، كل واحد يقول أنا أفضل من الآخر، وهذا لا، وهذا ما يعرفش يقري، وهذا أنا خير منه. شوف الإمام النووي ماذا يقول، يقول: ينبغي ألا يقصد به، يعني تعلم للقرآن الكريم أو تعليم القرآن الكريم، إلى عرض من أعراض الدنيا من مال أو رياسة أو وجاهة أو ارتفاع على أقرانه أو ثناء عند الناس أو صرف وجوه الناس إليه أو نحو ذلك، ولا يشين المقرئ إقراءه بطمع في رفق يحصل له من بعض من يقرأ عليه. ما
ما يقدمش الغني عن الفقير، ولا هذا صاحب جاه، ولا هذا سفلان، ولا هذا، لا والله الأداب هذه بعيدة علينا كل البعد. اي نعم شفتها سيدي. اي نعم. قال وإن قل ولو كان على صورة الهدية التي لولا قراءته عليه لما أهداها إليه. قال تعالى ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. وقال تعالى من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله تعالى لا يتعلمه إلا ليصيب به، شنو الهدف والغاية من تعليمه للعلم؟ قال إلا ليصيب به عرضا من أعراض الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. يا لطيف، عرف الجنة يعني رائحة الجنة محرمة عليه. ولذلك في سورة محمد قال قال تعالى ويدخلهم الجنة عرفها. شو عرفها؟ احنا نعرفوها الجنة ما يعرفها حد. عرفها بمعنى طيبها وهيأها للمؤمنين الصادقين، إن شاء الله نكونوا منهم. عرفها بمعنى طيبها وأعدها للمؤمنين ويدخلهم الجنة عرفها لهم. فقال الذي يتعلم أي علم، علم شرعي وإلا علم دنيوي، قال من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله تعالى لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من أعراض الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. وعن أنس وحذيفة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من طلب العلم ليماري به السفهاء، يعني بيتعلم علم بيش يقول هذه بدعة وهذه كذا ويدخل في سب هذا وفي شتم هذا. أنا قرأت كتاب قال لك ردود العلامة ربيع المدخلي على الإمام النووي، لا حول ولا قوة إلا بالله. لا وشو العبارة؟ قال لك ردود العلامة المدخلي من يعني بدع الإمام النووي. تصور، لا حول ولا قوة إلا بالله. إيه نعم. من طلب العلم ليماري به السفهاء أو يكاثر به العلماء أو يصرف به وجوه الناس إليه فليتبوأ مقعده من النار. رواه الترمذي وفي رواية أدخله الله النار. وأختم بما رواه يعني عن الإمام الشافعي، وقد صح عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أنه قال وددت أن هذا الخلق تعلموا هذا العلم، يعني علمه وكتبه، على أن لا ينسب إلي منه شيء. وددت، يقول يا ريت الناس يقرأوا الكتب اللي ألفتها والعلم متاع الإمام الشافعي وما أدراك. يقول وددت أن هذا الخلق تعلموا هذا العلم، يعني علمه وكتبه، على أن لا ينسب إلي منه حرف. شفت الإخلاص؟ لذلك بارك الله في علمهم حتى وصل إلينا، فرضي الله عنهم. ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا على خطاهم وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.